أهلا بكم في هذه المقابلة الخاصة ضمن مبادرة إعلامية لتشجيع المشاركة السياسية للشباب، والتي يتم تنفيذها بالشراكة ما بين مؤسسة شيام شباب يصنع المستقبل وشبكة وطن الإعلامية، وبتمويل من الصندوق النسوي الكندي. نرحب بضيفنا السيد فريد داود برقان، رئيس مجلس قروي بيرين في محافظة الخليل. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم لكافة المستمعين والمشاهدين على هذا المنبر الرائع، منبر وطن. بداية، خلال فترة ترشحك للانتخابات وبعدها خلال توليك لهذا المنصب، ما هي الصعوبات التي واجهت كشاب في الترشح وتولي هذا المنصب؟ يعني الصعوبات اللي بيواجهها كل شاب في هذا المجتمع يمكن يعني بحد ذاتها هي صعوبات كثيرة جدا. يعني كان أبرزها عند دخول أي شاب لمنصة ما معينة، وجود انت بتعرف مجتمع الخليل أو مجتمع ككل فلسطين ومجتمع يعتبر أنه الرجل الكبير في السن هو ذو ذات المنصب والسيادة التامة في هذه الأمور. وعند تحويل هذه الأمور إلى شباب يتم هناك مناكفات كثيرة جدا، يمكن أن تكون وجهات نظر مختلفة كليا بالنسبة لكيفية استلام شاب لهذه المناصب أو لرئاسة مجلس أو لرئاسة أي شيء كان. الصعوبات اللي بيواجهها كيف أو أنا وين بدي أروح، أو ما هي الأهداف التي سيتم إعطائي إياها من خلال هذا الترشيح وهذا المجلس. تمام، برأيك ما هي معيقات وصول الشباب للمناصب السياسية والخدماتية المتقدمة؟ نعم صحيح، يعني في حديثي السابق أنه يوجد هناك اللي هي الفئات العمرية الكبيرة جدا، والشاب في الوضع الموجود إحنا في الأيام هاي في المجتمع الموجود عندنا هون يعني صعبة جدا بالنسبة للشاب أنه يسلم هذه المهامات. كون الشاب يعني بده ينطلق لانطلاقة حياة له كزواج كأطفال كعائلة كبيت كغيره، فعند وحصول الشيء لابد العمل فيه، أو أنه الواحد يعني يمشي على ضمن الظروف الموجودة عنده في البلد أو في المنطقة أو في المدينة بشكل عام. يعني مبادرة الشباب هي مبادرة رائعة جدا لاستلام وتوليهم مهام تنصيبية رائعة جدا. كون يمكن تكون نسبة الأفكار في الأيام أو في اللحظات الموجودين إحنا فيها هي فكر توعي وتوعوي أكبر يعني وأكثر مما إحنا نعتقده كما كان في السابق، نظرا للظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني، ونظر إنه بحاجة إلى الشباب ليكونوا سند لنا في اللي هو إعطاء القرارات الصائبة والموجهة لكيفية إنشاء شيء على أرض الواقع. هل الواقع الاقتصادي للشعب الفلسطيني والشباب خاصة له دور في إبعادهم عن الانخراط في العمل السياسي والخدماتي؟ نعم صحيح، يعني أيضا كما قلتها في السابق أن الشباب اليوم تفكيره بحد ذاته هو تفكير ليس بالبعد الأفقي، ولكن منظوره هو منظور أمامي، كيف سأؤمن معيشتي لي ولأطفالي ولزوجتي ولبيتي. هذا المنظور بيعتبره كل شاب هو هدف أمامه في لحظات ما بين سن اللي هي 35 ومن دون ذلك إلى الأدنى. ما هو الأثر أو التغيير الذي صنعته خلال توليك للمنصب؟ نعم صحيح، يعني هي عمليا اللي هي تولي المنصب في هذا المراكز كرئاسة مجلس أو عضو في حركة فتح وعضو لجنة تنظيمية، يعني تعلمنا الكثير. التعليم الأول هي كيفية إنشاء شيء على أرض الواقع، وكيفية أول شيء حماية الأرض من الاستيلاء. كان وضع القانون يعتبر الإسرائيلي أنفسهم من أصحاب قانون وصاحب حق، ولكن تعلمنا أيضا أننا أيضا نحن أصحاب وأصحاب الحق، وتعلمنا أيضا كيف نجازف بأنفسنا وبعقولنا إحنا الشباب على كيفية حماية بيوتنا وأرضنا من هذا المحتل الغاصب. ما هي توقعاتك مستقبلا حول تولي الشباب للمناصب السياسية؟ هل سيكون لهم دور أكبر مما هو عليه الآن؟ نعم صحيح، يعني نسبة الشباب اللي تتنخرط في هذا الشيء يعني أتوقع نسبة تقريبا 90%. عمل رائع جدا، كون الشباب عندك زي ما قلت أنا عندهم انطلاقة واسعة جدا، عندهم تطلعات أفقية مستقبلية رائعة جدا على كيفية إيجاد شيء من ولا شيء. وزي ما قلتها يعني الشباب اليوم وضعهم
لا يختلف كثيرا عما كان في السابق، ولكن اليوم العقول تفتحت وستظهر إن شاء الله يعني كل ما هو جميل لإعطاء الفكر، لإعطاء الأمور السياسية الداخلية على توليهم مناصب مهامات كبيرة جدا في الدولة، لعل وعسى أن يكون شيء أفضل مما إحنا نتوقعه إن شاء الله. لماذا اخترت الانخراط في هذا المجال؟ لماذا؟ هذه أمور يعني وحيثيات كثيرة جدا، كان لها دوافع، كان لها أمور، كان لها يعني نقطة ارتكاز. يعني لما جينا إحنا تطلعنا على إنه نستلم هاي المهامات، يعني بداية الأمر كنا رافضين هاي الأمور لأن أمره شيء مر علينا بثلاث أمور. يعني كان عمري 28 سنة 29 سنة وقتها، يعني كنت لا أعلم ما هي رئاسة مجلس أو ما هي الانخراط في الحركة أو فلما انخرطنا في هاي الأمور قلنا لعل وعسى هي عملية تشجيع لأنفسنا إحنا الشباب. فعليا انطلقنا في هذه الأمور، تم تشكيل شباب عدة في المجتمع الموجود عندي لتعليمهم ما هي المهامات، ما هي الأمور، ما هي التطلعات الأفقية السياسية للوضع اللي إحنا موجودين فيه. والحمد لله يعني أصبح هنالك عندي فئة لا بأس بها تنظر إلى المنظور الأفقي، وصار احتدام داخلي ما بينهم على من سيعطي المنظور الأقوى السياسي الشبابي بالتطلع العقلي على أنه يوجد هنالك فئة رائعة جدا تتغلب على الصعاب، تتغلب على المواقف، تتغلب على كل شيء. يوجد مني أيضا في الفريق يعني فتيات موجودين، فيوجد فتاة أيضا عندي يعني أخذت على عضو أحد أعضاء عضو الاتحاد الأوروبي في هذا العام، ويوجد عندي كمان أيضا فتاة موجودة يعني تطلع على النظرات الأفقية، وعندي فئة شبابية رائعة جدا. يعني هذا المنظور اللي خلى أنه كيف فريد برقان دخل في هذه المجالات وهو خائف وخرج منها بمنظور رائع جدا ونتيجة أيضا رائعة جدا، مما حوله ممن يجيدين، يعني كيف بقول لك إياها، ممن يرى في نفسه الثقة الكاملة للتطلع للأمام انخرط في هذه المجالات وتم الدخول والدراسة والتمعن حتى وصلنا. يعني المجموعة الموجودة عندنا هون في اللي هي المجلس، عضوة لجنة حماية ولجنة توثيق ولجنة مناظرات ولجنة إنه ماذا سيحصل أو ماذا سيفعل أو ماذا سنعلم، كان كل منهم يبدأ بفكرة جيدة وفكرة رائعة جدا، فكان عندنا منظور أيضا رائع جدا كيف نواجه هاي الأمور. ما هي نصائحك للشباب لتشجيعهم على الانخراط في العمل السياسي تحديدا؟ يعني أنا اللي النصيحة الأولى نصيحة يمكن بعد تجربتي، التجربة اللي لي هي تجربة واقعية على أرض الواقع، كيفية التعامل أو كيفية الانخراط. كيفية الانخراط يعني أنا أرى في شبابنا يوجد هنالك عقول، وأنا أعيد وأكرر يوجد عقول متفتحة للوضع اللي إحنا موجودين فيه، ولكن لا نريد الطمس. بما أنه تجربتي أنا حصلت حققنا النجاح رائع جدا، نأمل أن الكل ممن يجد في نفسه الثقة الكاملة والمنظور الأفقي وكيفية التعامل والقواعد والأسس والنظام فأن يتقدم لا يخجل. البلد بحاجة لا شباب لهذا المجال حتى نطلع إحنا في شيء من ولا شيء. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، شكرا للأستاذ فريد برقان ولكل من تابعنا، وإلى اللقاء.